السلام. رفعت الراية البيضاء من جديد، فتحت البوابات، اندفعت جياد وافراس المستورد عمر الاربع سنوات فاكثر التي لم تسجل انتصارات والتي لديها الى ثلاثة انتصارات متنافسة في هذا الشوط. لدينا 18 اسم متنافسة في هذا الشوط. يبدأ الاندفاع، تاب دهوني في المركز الاول من المسار الداخلي، يشاهد ايضا ويتابع تيليجرام من المسار الخارجي، فيما ايضا التقدم ياتي مع اوبن ذريد ايضا هو الاخر من المسار الداخلي، وعلى جانبه تيليجرام في المركز الثاني من المسار الخارجي. مع هذه الاندفاعة ومع هذه الانطلاقة مشاهدين الكرام، اوبن ذريد باللومان يبدأ بقيادة هذا الشوط. المتابعة تأتي من لورانس في المركز الثالث، والمتابعة ايضا تأتي من سوفتشور في المركز الرابع في اندفاعة الجياد والافراس المستوردة. التقدم يأتي من ثندر كراش ايضا للمركز الثالث من المسار الخارجي الآن، مع تقدم للو أند أوردر من المسار الداخلي للمركز الثالث الآن. مع هذا التقدم ثندر كراش للمركز الرابع، فيما التقدم لازال مع أوبن ذريد لعمر بن سعد المرشود، والمركز الثاني مع تيليجرام لعبد الله بن علي نخيل، فيما لو أند أوردر في المركز الثالث الآن. محاولات للتقدم، يتقدم للمركز الثاني مع قدوم ايضا لبقيه الاسماء المشاركه، وورلد هزاوستر ياتي للمركز الرابع، فيما اوبن ذريد لا زال متمسكا بصداره هذا الشوط، متمسكا بصداره. لو اند اوردر ابن لومان ياتي في المركز الثاني مع المنافسه القويه مشاهدينا الكرام، والمتابعه اوبن ذريد، هل يحافظ اوبن ذريد ام تاتي بقيه الاسماء المشاركه؟ اوبن ذريد ام بولد نايت من المسار الخارجي. لو اند اوردر، لو اند اوردر على خط النهايه يسجل اول انتصاراته في الميدان السعودي. لو اند اوردر، ما شاء الله تبارك الله. ابن لومان للامير فيصل بن خالد بن عبد العزيز.